ترقبوا الساعة 7 مساء البث المباشر للمهرجان الثالث شور أفراح آل الرسول تقوى وسطية أخلاق راب إسلامي حسيني مهدوي إحياء لذكرى الولادات المباركة للأئمة الأطهار عليهم السلام والذي تقيمه هيئات شور أفراح آل الرسول ومشروع الشباب المسلم الواعد وبمشاركة نخبة من ذاكري ورواديد الشور والراب الإسلامي الحسيني المهدوي من الأشبال والشباب الديوانية الخميس 5 من شعبان الخير لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر للمهرجان إليكم الروابط التالية.